اهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا، وتحياتي اكيد لمتابعينا اللي متعودين عليهم دائما بيستنونا وبيحضرونا بحلقاتنا، وكمان للي انضموا لنا جديد اهلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا وصفات طيبه كتير كتير كتير، ولازم تضلكم مركزين معانا لانه رح تحبوا هاي الوصفات مثل ما انتم شايفين قدامي. يعني في لمحه ولا لا شف خميس؟ في كتير. كيفك؟ طيب اتصرفي انت وانا خليني احكي للساده المشاهدين والمتابعين كيف حالك، شو اخبارك؟ تمام؟ تفرجي انت كيفك؟ مصعب تعال علي شوي، روح عند مصعب. مساء الخير عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده عن جد من صحتين وهنا. احنا اليوم ان شاء الله رح نعمل لكم وصفات انطلبت منا بالفتره الاخيره. احنا عملنا شاورما قبل هالمره، ممكن تنزلي تحت اذا بدك. المهم احنا عملنا قبل هالمره الشاورما، بس ولا مره عملنا الشاورما الايطالي اللي كل الناس متعودين ياخذوها بشكل مختلف. فاليوم رح نعمل لكم الشاورما، ممكن تشريها كلها وتدخليها جوا اذا بدك كمان مره، او بتيجي توقف مكاني بروح لا مكاني. انت كمل كمل. مرحبا، كيف حالكم؟ فالمهم اليوم بدنا نعمل الشاورما الايطالي، بدنا نعمل تتبيلتنا بطريقه كثير رهيبه، طريقه كثير كثير سهله. راح نستخدم اكيد صدورة الدجاج من الوادي. تمام اوكي وخلصت. كملي. شكرا. حسن نلعب على فكره يعني. بس فأنا كنت بدي احكي هذا الحكي بس عشان ينعمل هيك، بس مساء الخير. خلص طيب، خلصت؟ هذا هو اللي بدنا نعمله اللي ساعه بحاول على الفاضي. طيب يلا بسيطه، مش مشكلة. طيب شيف خميس حكى لكم ايش رح نعمل وصفات اليوم، وصفاتنا كثير طيبة. معلش في اشياء سحلت وقعت وهيك وانتم مش غريبين عنا يا جماعة، خلص عادي، كلنا عيلة واحدة ومتعودين على بعض. هلا نوال بتفقع لي ضحكة وبتقول لي ها وبتبلش فينا. على كل حال تحياتنا لكم على هالسيرة، رح نكون معكم على عمان تي في اوفيشال، عمان تي في كيتشن، اكيد رح نكون بكل وصفاتنا. وخليكم معنا لانه في عندنا سؤال للحلقة رح اسألكم اياه. انا عندي سؤال لكم، وانا متاكده الشيف خميس رح يطلع هو البطل اليوم بهذا السؤال. فرح نبلش معاكم اول شيء بالوصفات الطيبه، خليه هيك يتساءل ما هو السؤال. وانت بس بتطلعيني انا البطل في ولا مره حتكوني بطل تلقى في شيء انت على فكره انت انت مخليني دائما البطل، فاليوم يلا انا عارفه انك البطل رح تكون. طيب اللي بدي احكي لكم اياه انه تتبيله الدجاج اليوم بتاعت الشاورما، عن جد انا بحكي لكم راح نشتغل بطريقه كثير كثير سهله. أوكي. اي حد راح يعمل هذا الحكي، كثير ناس بيقولوا احنا جربنا الشاورما في البيت بطلنا ناكلهم برا، لانه عن جد الموضوع بسيط وسهل. وفكره انه نعمل الشاورما هلا على صاج كثير منتشره، فهذا الحكي بنقدر نطبقه بالبيوت. فبدنا نطلع بالوصفه يلا. شاورما إيطالي عنا لتتبيلة الدجاج: بكيت صدر دجاج من الوادي، ربع كوب زيت نباتي، ربع كوب عصير ليمون، ربع كوب عصير برتقال، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة ثوم بودرة، وعنا معلقة صغيرة بصل بودرة، ومعلقة صغيرة هيل مطحون، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، وملح وفلفل أسود. للمتومة بدنا نصف كوب نشا، كوب ماء، ربع كوب عصير ليمون، ربع كوب ثلج، معلقة كبيرة خل أبيض، سبعة أسنان ثوم، وعندنا كوب زيت، ملح وفلفل أبيض، وكيلو بطاطا مقلية، وخبز إيطالي. سبعة سن توم. صاحبتك شو كتبت لك؟ سبعة سن توم. المفروض انه نجمع سن لانه سن للمفرد. سبعة سن. يا عمي انا بعرفش اكتب. مش في حدا بدقق من وراي؟ سبعة سنان. في ولا ما في؟ في. اوكي. طيب اوكي. خلص. جمع تكسير. تكسير اسنان. طيب. اخي مصعب لو تحس كيف انا سامع صوتك بعيد عبر الاعماق البحار، لانه فالت السماعه من عندي مش من عندي. معلش جاي فاصل. بدنا نتبل دجاجاتنا سريعا، ودائما ما بقول احنا بنتبل الدجاج كل فتره، كل ما طلت الفتره كل ما كانت احسن، يعني من 6 ل 12 ساعه بيطلع معكم الدجاج ممتاز 100%. بدنا ننوه ونسكر انه احنا عم نستخدم صدورة الدجاج المطريه من الوادي. صح. قطعناها بشكل كثير رفيع وبنطبخهم جوا الطنجره. تتبيلتنا هي عباره عن الثوم الفريش، وكمان الثوم البودره، البصل البودره. أوكي. البابريكا، الهيل والبهار الحلو. وزيت النباتي. تمام. زي عصير ليمون وعصير برتقال 100%. اوكي
وبما أنه ذكرنا الوادي طبعا شيف خميس، بس نقول لهم أنه صدورة الدجاج من الوادي بس بتتركوها لحتى يعني بتكون دائما مجمدة أكيد، واستعمالها كتير سهل. بتعملوا لها ديفروست إما بالمايكروويف أو بتتركوها برا لحتى يدوب عنها الثلج، وكمان تقدروا تستعملوها بوصفاتكم الطيبة اللي بتعملوها بالبيت، طعمها ونكهتها كتير كتير طيبة، ما بتحسوا أنه مجمد. هذا الحلو بالموضوع. مزبوط. حطينا الثوم، بعدين بنضيف عصير الليمون. أوكي. بعدين هنضيف عصير البرتقال. تمام. أنا بالنسبة لي عصير البردان هو بجيب اللي بجيب طعم الشاورما مزبوط. أوكي. بعدين هنضيف الزيت. بس هذا ما بستعمله طبعاً شف خميس بالمطاعم. كلا. يعني هاي تتبيلة شف خميس. آي بالضبط. هلأ بالمطاعم حيكون الموضوع مختلف شوي، لأنهم حيدوروا على تكاليف أقل، لأنه هو بده يسويها بطريقة كتير يحفظ طعمات فيها والنكهات وهذا الحكي. مش راح يفوتوا فيها، هم بيعتمدوا أكتر على البهارات. تمام. أوكي. بعدين بدنا وهلا راح احكي عن موضوع المطاعم. اوكي. بعدين بنحط البهار. بعدين حنضيف البصل والثوم بودره. تمام. هاي بهارات شاورما ولا بهارات مشكله؟ لا انا من عندي، لا بهارات مشكله، انا عم بعمل لكم هلا البهارات، انتم تسووها في البيت. تمام. اوكي. اللي هي البودره، يعني ما في داعي تروحوا تشتروا بهار شاورما اذا ما كان متوفر عندكم. لا لا تقدر تسوي هذا الحكي بالضبط. بعدين حنحط البابريكا. اوكي. ملح وفلفل. رح نحكي هلأ عن معززات النكهات اللي هلأ معزز نكهات بالضبط جيناموتو، أو إنه خلينا نحكي اللي الناس هلأ بلشوا يستخدموه بكثرة. أوكي. بخلي أي إشي زاكي عشان نكون عارفين. عشان هاد خلينا أقول نوع من أنواع المواد، هو براند ما بدنا نحكي عنه يعني. يس. أوكي. تمام. هو إشي يستخدم للطعم، بيخلوا الطعم يصير فيه زاكي. أي حدا بيدوق أو مازكا هو. أوكي. بيكون مستخدم في معزز نكهات. هذا معزز نكهات أنا ما بنصح فيه أبداً، أنا ما بحبوش أشتغل فيه، ما بقدر أحكي صحي من صحي، بدي أشوفه في التفاصيل، ما بتخصني. بس أنا بقدر أقول لكم إياه أنه صراحة منتشر كتير الفترة الأخيرة، وبده ناس خبراء بالتذوق عشان يقدر يحكم إذا هذا الأكل فيه معزز نكهات أو لا. يعني في أماكن كتير أنا بروح عليها بيكون الشيف نافخ صدره وقاعد بكون أطلع فيه أنا هيك صراحة، لأنه سوري على اللفظ بس بتحسي فيه بتم كيكة زي الرغوة، بتحسي أسنانك كيكة دبقين على بعض. أوكي. من هاي هيك طعمته بتكون بتبين يعني. تمام. فبيكون الشيف معتمد على شطارة المعزز نكهات اللي موجود عنده. أي إشي بتحطوا عليه معزز نكهات بتطلع عندهم كتير زاكي. هذا للأسف منتشر كتير الفترة الأخيرة. مرخص، ناس بخدوه ويشتغلوا فيه، ولكن أنا ما بحبوش صراحة. أوكي. فهذا موجود، ظاهرة هلأ صارت منتشرة جدا، صار يدخل بكل الأكلات بكل الوصفات. عشان هيك صرنا نشوف نسبة الأكل صارت كتير زاكي الفترة الأخيرة، مع أنه يعني أنا ما بشوفه منطقي بصراحة شيف خميس أبدا. يعني إحنا في عنا بهارات عم يعني بتغنينا عن كتير شغلات يعني، وفي محلات يعني وفي نوعية بهارات كتير عم بتكون طيبة، وكمان غير هيك يعني الست وشطارتها بالبيت. وبصراحة يعني المطاعم بالآخر بنرجع بنحكي إنه في نسبة كبيرة من الناس بطلوا يروحوا على المطاعم، بالنسبة لإلهم صار أكل البيت كتير أطيب من بعد كورونا. هي اختلفت من بعد كورونا، كل شيء اختلف. معك حق شف خميس مزبوط. فهلأ صارت الراحة بأكل البيت، بتحس الواحد أصلا مرتاح وعارف وضامن إيش اللي عم بيأكل. أنت لو تعرف إنه هو سعره أغلى من الإشي العادي، بس هو هيك بضمن إنه موظفينه طول الوقت ضلهم يقدموا نفس الوجبات يعني. صح. نفس الأشياء. للأسف ظاهرة منتشرة جدا جدا جدا. وبس بدناش نحكي أكثر عشان ما يهاجمونيش هلأ. طيب بعد ما تبلنا الدجاج بدنا ننزله بطنجرة من دون زيت. تمام. أوكي. لأنه فيه الزيت. بالضبط فيه الزيت وفيه السوائل، وإحنا هاي الأشياء بناها تتطبخ مع بعض. تمام. وبدنا نقلبهم، بس ما بدنا نقلبهم مباشرة فانيتا، بدنا هيك نفردهم بالطنجرة. أوكي. بهذا الشكل ونتركهم هيك مع بعض. عمهل يعني. بالضبط نترك الدجاجات هيك يتطبخوا براحتهم. أوكي. نخفف عجقتنا اللي قدامنا هون، نحط هدول هون البهارات. هاي الأثناء شفنا نرجع نذكر بشاورما. تفضل. نرجع نذكر بالشاورما انه احنا تبلناها بشكل كتير مبسط، يعني البهارات اللي احنا استخدمناها اليوم تحدي انه مش موجودين بكل بيت. أوكي. احنا بنحكي عن الهيل بودرة، بنحكي عن البهار مشكل او بهار حلو اذا بدكم، بنحكي على ثوم وبصل بودرة، بنحكي. أوكي. على عصير برتقال وعصير ليمون وزيت نباتي. ملح وفلفل، وبنحركهم كل وهيل حكيت على الهيل، وبنحركهم كلهم مع بعض. واكيد حطيت انا البابريكا عشان ناخذ اللون الاحمر منها، والطعم كمان الحلاوه اللي موجود فيها تكون موجوده. بدنا نتبلهم ننقعهم اكثر فتره ممكنه، ممكن من 6 ل 12 ساعه بتكون كتير منيحه. بعدين بعد ما نتبلهم بننزلهم بصاج، اذا عندكم صاج بالبيت ممكن تطبخوا فيه على الغاز بشكل سريع، او ممكن طنجره حاميه زي ما انا عملت ونزلتهم هيك، خليت الدجاج يتعرض لصدمه. هلا كل الدجاج ملزق تحت،
بعدين حتطلع ميته، نتركهم يطبخوا مع بعض ورح نعمل فيهم سندوتشات كثير. يا عيني. طيب اذا بس اللي بدي احكيه انه احنا طبعا مثل ما الكل بيعرف انه احنا منتجات المراعي معنا بكل حلقاتنا بالبانها بالحليب وبالاجبان كمان وغيرها كمان من الاشياء الطيبه اللي عندهم مثل الكريم كراميل وبرضه الفانيلا وغيرها من هاي الاشياء. فاللي بدي اقول لكم اياه انه احنا قلنا من كم من يوم بلشنا نربح باكج لرابح واحد من خلال التعليقات. طبعا التعليقات ما تكتبوا يعني ابعثوا لنا تعليقاتكم العاديه لو سمحتوا، ما تكتفوا التعليقات بالطريقه اللي احنا نبطل نقدر نقرا تعليقات الناس خصوصا لما نسال سؤالنا، ابعثوا التعليقات الطبيعيه عشان نربحكم جائزه باكج لشخص واحد من المراعي. وكمان رح نستمر بهذا الموضوع لفتره قصيره، فخليكم متابعين معنا انه ممكن هيك بعدين نقول لكم خلص وقفنا، فخليكم متابعين معنا بهذا الموضوع. طيب زي ما انتم شفتوا احنا عندي هون الدجاج عم بنطبخ. اوكي, أوكي. بدنا نروح للمتومة. احنا قديش ضل فصلنا معنا وقت نشتغل بالمتومة؟ لا ممتاز. أوكي. طيب انا بدي افرجيكم المتومة انا كيف طبخت النشا واحكي لكم عن النشا لما بدنا نعمل فيه الوصفة. وصفة المتومة كيف لازم يكون؟ اول اشي النشا لازم يكون مطبوخ منيح. تفرجوا كيف لونه. انا حطيت كوب من المي, انا زايد الوصفه شوي. اوكي, أوكي؟ انا حاطط كوب من المي وبعدين بدهم ياخذوه لا ضلني واقف. اوكي كوب من المي حطيت عليه نصف كوب من النشا, طبختهم على النار مع بعض مع التحريك المستمر حتى صار في عندي تماسك بالمزيج وصار هيك طلعوا اكيد بده يجمد وبصير بهذا الشكل. بعدين فردته بصحن ودخلته وين على الثلاجه. طبعا شوف انا لاني بنت راحت افكاري لمكان اخر تماما بس عشان تكونوا عارفين. اوكي افكاري راحت انه بدي اخذ هيك جزء او اذا زدتوا له ماء ورد بحب اقول لكم وعملتوا نفس الشيء بس مع ماء ورد ودهنتوه على وجهكم ابو ربع ساعه الوجه بشد. الله عليكي الله عليكي. هي وصفه جديده طلعوا لنا فيها دانا. هذا شو جابه يا الله يا الله. عاد انا بحاول اعمل استشفاء بالفاصل الاول عشان ادخل عليكم فريش بالفاصل الثاني فاجى علي اعمل لي استشفاء كامل. طيب طيب بعدين شو بدنا نسوي؟ بدنا عندي هون يكون في عندي خلاط بدي احط فيه عصير الليمون. اوكي اول شيء كب منه الغاز ضروري هذا الشيء كبه الغاز ضروريه اساسيه. بعدين بدنا نحط هون الملح والفلفل الابيض. اوكي حاضرين. بعدين عندنا هون الثوم, كتروا توم قد ما بدكم خففوا زي ما بدكم هاي كميه انتم تحكموا فيها. بالزبط. انا راح احط ابو حوالي لا لاني راح ازيد راح ازيد التوم صراحه لانهم بياخذوه الشباب الحقيقه بحبوه كثير فانا راح ازيد الكميه تقريبا راس توم اللي عندي. بالضبط يعني حطيت تقريبا راس توم. بعدين بدنا نضرب هدول مع بعض. اول شيء نضرب التوم مع الليمون والفلفل الابيض ونطلع لفاصل وبعد الفاصل بنكمل. شو رايك؟ يلا فاصل اذا نطلع واحنا عم نضربهم. يلا رجعنا من بعد هذا الفاصل لنكمل معكم بوصفاتنا الطيبة لليوم مع الشيف خميس. بلشنا معكم بشاورما الدجاج. اللي ما لحق يشوف كيف كانت الوصفة وشو تبل الدجاج الشيف خميس بتقدروا انكم ترجعوا للحلقة بعد ما تخلص او تعملوا لها شير وتروح لناس بتحب الشاورما وتبقى عندكم كمان. وبرضو بتقدروا تحضروها على اليوتيوب لما تنزل الحلقة على قناتنا على اليوتيوب. وفي كمان اشي كمان إشي تقدر تواصلوا معي أنا بشكل شخصي بحكي لكم كيف عملتها وهذا يعني شو بدي أحكي. طيب هلا طيب نقلكم رقم الشيف خميس ممكن على صفحة الانستغرام هيك قصدي على يعني الانستغرام أوكي طيب خلاص أنا فهمت إشي غلط. طيب هلا بس بدي أرجع أضرب التوم كم مرة مع عصير الليمون لأنه طولنا صراحة عليه وإحنا بالفاصل. يلا موسيقى. خلاص خلاص مصعب عندي الموضوع هو أوكي. هذا مصعب ولا علي ولا مين؟ مصعب. طب انتوا مره علي مره مصعب مع بعض. اوكي هلا بدنا نحط النشا. اوكي بالضبط مو خلص جمد شفتوا كيف جمد. اوكي لما بدكم تعملوه ماسك ما تتركوا ينجمد هالقد. تردوش عليها عادي بزبط معكم. لا ما بزبط لازم يكون يعني قابل للدهن. مين حكى عليك زي الكريم
طب واذا زبط هلا هلا اذا ما زبط بيكون منها عشان تكونوا عارفين لانه احنا عادي انا قلت ماسك خلص يبقى ماسك ما عم بقول على ناسي انك بتعطي فقره جمالك جمالك سيدتي نعم جنبي على الشمال فانا هاي الفقره لازم تنقص لنا لو سمحتي فقره جمالك سيدتي احنا بنعمل تو ان وان يعني احنا هلا بنعمل امتى ومت الشاورما وبنفس الوقت بنعمل ماسك جمالك سيدتي من زميلتي يلا بدنا موسيقى حطونا موسيقى ارجوكم بسرعه لا بعدنا لسه احنا بدنا موسيقى بس لانه فانيتا بس حكت لنا عن موضوع الجمال الكسيد فوتوا عليها للوصفة تبعت فانيتا وشوفوا قديش كويسة عملوها معنا يلا نرجع مصعب نرجع الموسيقى مصعب يلا موسيقى فيش خلصتي نقرشة؟ والله حبه حبه قبل الحلقة حبه اوكي طيب هيك خلصت عنا المتومة؟ خلصت يا سلام خلصت المتومة بنتا هلا شو في عنا؟ نسكبها ونجربها ايش نجرب؟ المتومة مع البطاطا لا انت جاي تتغدي على انا متاكد مش موضوع انا ابدا موضوع وصفات اليوم يعني اليوم احنا داخلين بمسكات الوجه داخلين نقرش بطاطا مع متومة كيف طب شرحتي الشاورما عندك منيحه صحيح مصعب اخذت لهم انت سيخ شاورما ولا لا اللي هون ريحتها كتير طيبه هي قاعده انت اكلت منه شيء لا ولا انا شايفه بيصغر كل شوي بينزل لا ولا شيء والله لسه ولا شيء يعني بس عيني على هاي الساحه اللي هاي المسافه اللي هون يلا ما بلشنا زي هيك صح ما كان هيك الشكل اوكي شو بدي احكي ماشي مصعب ماشي شو في اشي احكيه ممكن ولا اشي احكي لنا موضوع الحلقه احكي لنا طيب موضوع الحلقه يا جماعه لليوم وهلا رح اقول للي مسؤول عن التربيح انه يربح اللي بجاوب على السؤال بس عشان عن جد الكل يجاوب على سؤال الحلقه السؤال بيقول ايش بيقول مين حاسس حاله بهذا الجو 24 ساعه هيك مسطل نعسان وعم بينام كثير وما عم بحس حاله قاعد عم بصحصح ولا عم بحس حاله انه قادر انه يعمل واجباته اليوميه او شغلاته اليوميه مثلي ومين مصحصح ما شاء الله ما شاء الله بدون حسد على الخشب هاي الخشب زي الشيف خميس اللي ما اثر عليه الجو ما شاء الله وهيه بصحته بنشاطه وحيويته وهيك جاي مصحصح وما شاء الله عليه وبلشان بالكل فمين مين مسطل زي فانيتا بالضبط مسطل هيك ومين مش مسطل زي الشيف خميس ومين عنده نشاط مثل الشيف خميس هذا هو سؤال حلقتنا لليوم فردوا علينا على السؤال وجاوبونا على السؤال عشان تربحوا معنا الباكيج من المراعي لانه انا رح اربح عن جد اللي بجاوب على الاسئله فقط هيك احسن لا لانه شيف خميس عم بيروحوا كل التعليقات يعني انا من اول التعليقات ما شفت التعليقات نهائيا ما شاء الله عم بيطلعوا كلهم بسرعة قاعدين بس بنفس الوقت ما بعرف نفس الوقت شو احكي في حق حسن بتقولنا انزلوا انتخابات انت وشيف خميس بتفوزوا لكم شعبية فيها. شكرا يا فيحاء ممكن شكرا. السنة الجاي ننزل مع بعض احنا تيم واحد وبعدين ننزل هيك بما انه شعبيتنا انه انا والشيف خميس ارتبطت ببعض بالضبط صحيح اوكي بدي اسلم على سمر يونس حبيبتنا تحياتنا لك يا سمر حبيبة القلب سمورة يعني ملكة المسخن تحياتنا يا سمر تحياتنا لها طيب انا هسا بفتح خبزاتنا اللي بنسوي فيهم الساندويش مخرجنا العزيز اوكي بهذا الشكل هذا الخبز اللي هو احنا لما نروح نطلب شاورما
بنقول لهم خبز إيطالي. إيطالي بيكون بهذا الشكل نفس هذا الحجم. نعم. زي ما انت شايفين الخبز رقيقة، اوكي هيها بحطوا فيها المتومة والمخلل وشاورما الدجاج، واذا بدك بتضيفي عليها موزاريلا من عند المراعي اكيد طبعاً. يعني زبده او تشدر كمان من المراعي برضه كمان او سلايسي السلايسز. لا انت مش مفطره اليوم، انا بقول لك انت مش مفطره لانه امورك مش كثير تمام، انا هيك حاسس. يعني السلايسز اللي نفسهم التشيدر تبعون المراعي بعرف على فكره ايش السلايز، بس انا بقول هيك يعني انت بتوصفي بحب، فهمتي يعني هيك بحس اليوم على غير العاده. يعني ماشي شف خميس، يعني بدك اروح اجيبهم من الثلاجه قصدك؟ اذا بدك يعني تفهمي علي. اذا بدك بكره بنكمل بحلقه بكره بتفهمي علي. طيب خلص. أوكي. حاضر رنا شحاده، تحياتنا لك، بتقولي صحتين وهنا. شكرا لك حبيبتنا، بطلنا احنا ناكل كثير، تحياتنا لانه منعنا مرة. وحتى المتومه هناك. ونوال فيوم بتقول احنا كلنا بنفكر بخلطات البشر. صح بس مش واحنا بنطبخ. صحيح يا نوال، يعني تخيل انت عم تطبخي بوصفه، انت بتطبخي وصفه قال اسمعوا خليني اعمل ماسك للوجه، بتاخذي نص الوصفه. والله انا متاكده انه في كثير ستات بكون عم بيغلوا هيك بكرج فيه حليب، اوكي عشان يشربوا هيك كاسه حليب مع قهوه سريعه الذوبان. سريعه الذوبان كمان طبعا. أوكي. وبعدين هيك بتطلع على الوجه هاي القشطه، فبتلاقيها اخذتها ودهنتها على وجهها لانها كثير منيحه للبشره، صح ولا لا؟ لا ده انا هيك كثير صراحه، يعني اللي قاعد بيصير فيه اليوم كثير. عيدي بالله الوصفه الاخيره. خلص ما في داعي. لا بالله عليك عيديها عن جد. حكيت خلص والله، منظر السيخ بشهي بتقول لك فيحاء. حسابك يا نادية قرقش. إذا ضل أخذ الحلقة يا نادية قرقش. بالله عليكم ابعتوا لنا جواب على السؤال، كثير عم بضيع السؤال مع تكرار الأجوبة. نادية بتقول أنا زيك فنتة، حاسة حالها طول الوقت مسطلة ما عم بتصحصح. تحياتنا لك يا نادية. أسماء مساكي سعيد حبيبتنا بسلم عليكي كمان. مارجو كمان تقولنا منورين، شكرا لك يا مارجو، تحياتنا لك. فيحاء بتقول كلنا مسطلين ما إلنا نفس نعمل إشي، مكسرين عم نحاول نعمل مثل الرجل الآلي. حبيبتي يعني كلهم زيي ولا زيك؟ هلا هو مش بس الطاقة السلبية حبيبتي، أخذناها إحنا زمان 7 أكتوبر يعني، بس إحنا اللي بنحكي عنه كجو تغيير الجو. هلا إحنا نقلة الصيف للخريف للشتاء بالضبط، شهر 9 أنا بالنسبة لي هاي النقلة بتعمل كآبة مرات. صبركم علي أنا رح أصير أجي يعني حلقات شهر 9 مشوا لي، انا هيك بقول بالزبط. هي لسه بعدها ما تعرفنيش. اللي اختارتني انا. طيب نرجع لوصفتنا بعد ما اخذنا كم هذا التعليقات الجميل من زميلتنا بفقر جمالك سيدتي هون. اوكي عندنا الدجاج، احنا هون بلش ينطبخ. انا بس قسمت الدجاج على طنجرتين عشان سرعه تطبيق الوصفه وسرعه الطبخ تبع سرعه طبخ الدجاج. هلا فانيتا راحت تجيب الجبنه، واخيرا وبعد حوالي 15 دقيقه من تلميحي لها باللغه العربيه فصحى باللغه الانجليزيه اشارات الايد والكاميرا عليها، هلا جابت الجبنه واجت. جبت لك لايت بعدين عشان اعمل دايت. صح طبعا. يا الله ما احسنك طبعا. طيب الخبز بدي كثير رح تساعد على الدايت كلها. طيب مخرجنا العزيز بصير اطلب منك فاصل، وبعد الفاصل نكمل حبيبي. شكرا. شكرا. يلا اوكي خلينا نطلع لفاصل صغير، من بعدها رح نرجع معكم. إذن رجعنا من بعد ما طلعنا فاصل وعملنا المتومة وقطعنا الخبز وطلنا كمان الجبنة بأنواعها من عند المراعي. بالضبط. يلا. طيب سريعاً شو رح نعمل؟ شو رح نعمل بعد ما عملنا كل هذا الحكي؟ شو عندنا هون؟ احنا هيك خبزاتنا نفردهم بهذا الشكل. تمام. نوزعهم، خلي هذه هون. اوكي هكذا. شفتي كيف هكذا؟ شفت ما فردناهم مش هكذا. اوكي بعدين هدول بتقسم ربع صح؟ شوف خميس بالضبط. بعدين نعمل الله. هكذا هاي الغطاء تبع كل خبزه طبق نسحبهم نحطهم هون هيك. اوكي وبنيجي بالمتومه تبعتنا. يا عيني يا عيني، زياده متومه واحدة، زياده أوكي. متومه واحدة بلا مخلل مين ايش في؟ وحده بدون مخلل واحدة بدون حضرين. مخلل واحدة بلا متومه ولا حضرين. لا طيب. بعدين بنعمل هكذا. اوكي بعدين بنيجي هون الله بنعمل هيك. هاي متومه خفيف
اخر شيء راح تكون كلها خفيف لانه مش ضالي متومه، فانتوا هيك سبيشال ريكويست هاي بتكون. فشوفوا اللي بده متومه كثير يعني انا بحط لكم اياهم هيك بتذكر لكم. ايش واحده بدون شاورما؟ لا بالعكس دانا حبيبتي انت بس شاورما لحالها بدون انا المتومه عندي ما بتخلص. عرفتوا ليش زدتها؟ عرفتوا ليش زدتها؟ سبحان الله خرج قديش كريميه. سبحان الله. بعدين بنعمل هكذا. نعم اوكي. واو واو هيك. سمعت بقولوا لك واو بعدين. سمعت عن جد. مبسوطين. ابدعتوا شباب. هاي المتومه شباب لاخر الحلقه بنقرشها مع البطاطا وباقي الاشياء. اوكي هيها هون هيها. بعدين بنيجي هون حط مخلل. اول شيء مخلل. نعم هكذا. في حدا بده زياده مخلل شباب؟ يلا وانت بتحط المخلل شوف خميس بدي اسلم على الكل وبدي احكي لرنا ايش حدا بتقول. هاد جو ايلول يا بنات بنحب القعده بالبيت والانعزال التام مع كوب قهوه وانا معك صار صايبني خمول وراح التعليق كثير عم بطلع التعليقات بسرعه. طيب ناديه بتقول لك ابدعت يا شيف خميس اليوم. شكرا يا ناديه. المنذر بتقول لي انه هي زيي وامل بتقول هي زي خميس عندها طاقه اليوم حيويه وكذا وغاده بتقول انه هي ما بتتاثر بالخريف او باي تغيير بحياتها بتضل نشيطه. برافو يا غاده اعطيني السر تبعك يا غاده. ونوال بتقول احلى شيء الواحد لما تكون بتخفف وزن تاكل وجبه شاورما مع مشروب دايت بس عشان تخفف سعرات حراريه. بتعرف انه بالفري واحده من اهم الوجبات اللي باكلها الشاورما بيوم الفري والله. يا الله هي بصراحه زاكيه بس بدك تاكلها يعني بخبز شراك او خبز اللي هو الصحي يعني لان في محلات بيعملوها بس لا لا صراحه فانيتا مش زاكي بيكون. لا صحي يوم الفري انا ببدا من يوم يعني مثلا يوم الفري تبعي امتى انا يوم الجمعه لانه بيكون يوم العيله مع اهلي وهيك. أوكي. تمام انا ببدا من يوم الخميس الساعه 12 بالليل لانه يوم فري ببدا اي ساعه من الليل أنا عشان تاكل وتنام بالضبط. لا لا ما هو ما انا بطبيعه الحال بضل سهران فلا بتاكد انه اموري صارت تمام. صراحه شف خميس المنظر لا يقاوم بس هلا مع لا جبنة. يقاوم. طب في حدا ما بده جبنه شباب ولا كل ما جبنه عادي ما عنده مشكله؟ لا ايطالي لازم جبنه شف خميس ضروري ضروري. شو بده؟ تشيز بدون جبنه. اد تشيز يعني هلا. اوكي اوكي هلا بدنا نعمل هيك. رجاء بتقول هي نشيطه زيك شف خميس. امل بتقول هي زي شف خميس. رنا بتقول لو مسطلين بشوفتكم من صحصح بتعطونا طاقه ايجابيه. الله شكرا يسعدكم. يا رنا عموري الله يسعدكم. وعندنا انشراح بتقول كلنا ما قلنا نفس نعمل اي شيء. انا ما بحب فصل الخريف والله. في منه كثير يا انشراح. حنان انا مثلك ما قلي نفس اعمل اي شيء ما في طاقه والله يعني هيك عن جد. انا كنت مفكره حالي لحالي كنت خايفه شف خميس خايفة انه معقول انه يا الله انه ما لي شيء عندي نقص فيتامينات في شغله صايبتني بس بنت ما تقلقي من هذا الموضوع احنا كلنا معك صح خلص. معك احنا كلنا ولا كيف كلنا يعني انت اعطينا بس بحب اقول لكم انه شف خميس معنا شف خميس طلع معكم شكلي خميس طيب هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط جبنه موتزاريلا كامله الدسم بالضبط. انتبهوا انا والله بدي تحط لي التشيدر اللايت لو سمحت. طب ممكن تفتحيها تساعديني بدون ما انت عادي بس تعطيني اوامر. خذنا لونج لو سمحت يا مصعب لانه خلص هلا هون احنا انطلقنا بالضبط. هلا طيب. بنعمل هكذا وبنعمل أوكي. هيك اسمعي امسك شوي امسك شوي ايش امسك؟ امسكي بس شوي جايب لكم هاي تبعت المطاعم كمان. ايوه لا لا اسمع اليوم دبل تشيز تشيز واحدة دبل تشيز قلتوا لي يا جماعة مين بده دبل تشيز حلو اسمعي انت صفتي من عندك وانا صفت من عندي حط عيني على هاي معلش حط عينك عليها حط أوكي. عيني عليها تفرجوا لنا الشاورما كيف هاي رح تكون هيك دبل هادي تشيز هذه الي هاي دبل تشيز دبل تشيز والله مني وعلي بعملها اربعة كمان انت زيي حلو كثير اوكي لا احنا هيك رح يضل معنا احكي بالله مع شركه المراعي تجيب لنا كمان جبنه لا لو سمحتي الو يلا طيب بعدين نعمل هكذا هلا هاي بتحطي فيها بدك تحطي هاي من عندك لو سمحتي من عيوني شفتي يا الله يسعدك اهلا وسهلا اهلا وسهلا يعني بعدين بنيجي بنعمل مخرجنا نعمل هكذا شايفين وبنيجي بنعمل هكذا لا لا هيك خميس كثير هيك اوفر هيك بدنا نشتغل بس هيك كثير الموضوع طيب خلينا نبلش باللي عندك ايوه بالضبط نعمل هكذا ونسحب لانه هدول نضل حبتين اوكي يلا يلا وبنعمل هيك احلى الجبنه اللايت تبعت المراعي على فكره
دبل تشيز عامله عن جد لك عامله دبل تشيز. آه اوكي مبدئيا ناخذها هاي انا كلهم معلمها. دبل تشيز هلا رح نعلمها وناخذها مبدئيا. اوكي موافقه. اوكي هلا طيب. هون في كمان انا حاطط هون اصلا عندك وحده ضل وحده عشان نقطعهم بالضبط. برافو عليكي يلا احسنتي. نقطع ربع بس في ربع ما رح يطلع فيه كثير تشيز فيعني معلش معلش مش عليكم شو اللي وقع مش مهم مش ما في شيء وقع مش مهم وقع شيء لا 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 ابدا شو وقع شيء ما وقع شيء انا كثير مبسوطه على الجبنه لا هي بتحب جبنه انا بحبها بحبها كثير بالضبط. اوكي خلصتي خلصت. شكرا لك فانيتا شكرا اهلين اهلين شكرا عن جد غلبناكي وتعبناكي كلنا طلعنا من المطبخ انا بشوف يلا تفضلوا خلص تعالوا انتوا. اوكي بعدين شو بدنا نعمل ايش ما نجيب هذا البورد لانه ما عندناش مساحه هون عجد جد هيك ضيعتي وقت البرنامج يلا بدنا نقلب بنات ضيعت وقت البرنامج بنات وانا قاعد بشتغل بكل ايش بدك تفاني. بحب اخذ انا هناك وانت تكمل هون لا لا تمام ها خلص انه انت تعمل على لا 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 تمام والله ها. اوكي خلص تمام نيجي نعمل هيك هذا الصحن هذاك الصحن هذا الكبير الكبير بعدين بنعمل هيك اوكي طلع يا مخرجنا شوفوا ال التشيز بس انا مش بقطعها منيح انا بس ثواني قليله وبكون معك تمام. انا ولا يهمك ثواني بعدين بنعمل هيك احسنتي بنت هيك من زمان بدي اياك تشتغلي تحركي حالك بدل ما انت واقفه جنبي الله عليكي كمان خبطه بروح الغاز بعدين بنعمل هيك يا رب مره للاخر هيك شايفين الحكي احنا اللي شايفين شوف خميس خلص بدي ترجعيني مكاني لو سمحتي عشان الغاز بدي اياه خايف هلا تنفع تدخل حدا هيك انا طيب. الله يسامحك والله لا 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 بنت ما بتعمل هيك ابدا اوكي طب احط الورق يعني. انا بحط الورق ما في لي نعمل هيك خلص. هاي اللي فيها اللي متومه متومه يعني هاي تبع معلميتها شوفوا مأواها لا ما علمت شيء انا هاي تبعتي هيها انا وحده تبعتك هاي خلص بنسويها هاي اخر الحلقه شو رايك اوكي يعني اخر شيء بنسوي عشان تضمن يا جماعه انا بعرفها فنت عشان تضمن انها ما تروح شوف انا عشان تضمن وهو عشان يضل معه وقت بالضبط برافو عليك طب يلا شو رايك اخذ طب انا شو اقول لك شغله الوصف الاخير انا شو رايك انه اكتفي بهاي الحبه اللي انا حطيتها ايش هو ايش دانا ما تقلقي الامور تمام سيطره تحت أوكي. الامور دانا ان شاء الله بنخلص طيب. رح نكتفي بهاي الحبه اللي موجوده خليها فوق بالضبط شكرا طيب هاي تبعت بنت على الوجه رح نكتفي بهذا القدر اوكي اوكي هاي تبعت مين هدول هاي تبعتك خلاص احنا علمناها يلا. خلينا نحطهم هون على جنب ماشي هاي الحبه بثلاثه شباب اللفه اللي كنت ابيعها زمان ناخذ راحت ناخذ مقادير يلا ناخذ مقادير موس الدراء بثلاثة مكونات عنا كوبين كريمة حلويات من المراعي كوب هريس الدراء وعنا نصف كوب سكر ناعم ولا إشي بس عشان حرام يعني الدجاج حرام في قطعه دجاج يعني. هيك فالته من سندويشه من هالسندويشات فهي حبه تحتضنها طلعونا لفاصل وهي بتفغم فاصل خلصنا وصفتنا اللي بتشهي الشاورما خيالية وأخذنا مقادير وصفتنا اللي وراها إحنا ضل سريعة وخفيفة ولطيفة رح نعملها أكيد مع الشيف خميس اللي هي الحلو بالضبط أنا بهاي اللحظة بدي أضرب الكريمة مع السكر الناعم أوكي ضربا مبرحا أوكي مواضح. عشان إن شاء الله بعدين أنا عندي هنا هريس الدراء زي ما أنتم شايفين جبت الدراء نزلته بمي سخنة بعدين بردته بعدين ضربته مع شوية عصير
حتى صار عندي بهذا الشكل. هذا يسمى هريس ويسمى بيوري، يعني بيكون هاي ملمسه شايفين كيف هيك فرجوا يعني جامد، قوامه جامد. تمام متفقين؟ اكيد متفقين. بدنا الكريمه تنضرب منيح ان شاء الله. انت علي عليها، اتركها اذا بدك. بالضبط اذا اوكي حطونا موسيقى. فيش موقف ثالثه خلص ما في لغيتها. بعرف بس بقول لك يعني انه في مجال قبل ما تنضرب الكريمه يعني. طيب انا لا رح اخذ شويه تعليقات بس رح ابعد. اوكي طيب خليني اسلم على نوال ابو عرجه، تحياتنا لك يا نوال. بتقول يسلموا الايدين، انا بعدت عشان المايك. وفيحاء تحياتنا لك، بتقول وصفه طيبه الهام، برنامج جميل. شكرا يا الهام. ايمان يسعد مساكي انت والشيف خميس بنتا، الله يمسيكي بالخير يا ايمان. ختام بتسلم علينا كمان انا وياك يا شيف خميس، بتقول اسكى شاورما. بدي اسلم على سهير، الخبز مهم من وين؟ الخبز بتلقاه بالبيكريز يعني بالمخابز موجود بتلاقيه. عايدة تحياتنا لك كمان. وكمان بدي اسلم على مين؟ على سوزان قصيص، تحياتنا لك يا سوزان. بتقول يسلم ايديك منظر الشاورما بشهيه، من محبين الشاورما والمتومه بالبيت، وهي مع الشيف هيك يعني. اوكي هي مع الشيف خميس، بتقول هي نشيطه، روحت من مشوار ورجعت وطلعت علشان تحضرنا، رجعت على البيت عشان تحضرنا لانه بتفرحونا بطلتكم البهيه. شكرا لك يا احلى سوزان. وكمان بدي اسلم على بهيه، بتقول انا دائما صحصحه، تحياتنا لك. لا انا يعني هون بهيه عشان ما بدي تصفي انه اكثر حدا ببعث تعليقاتي، بتصفي انه راحوا التعليقات المتابعين اللي بيردوا على السؤال تبعنا، بطلنا نشوف التعليقات كامله. فعشان هيك احنا بنفضل انه نضلنا نحكي مع بعض، ندردش مع بعض، احسن من انه حدا يضل يبعث تعليق واحد متكرر ويروحوا تعليقات باقي الناس. طيب خليني اشوف. نوال بتقول انا بصراحه ما بنام كثير ومصحصحه كثير، يعني يا لك يا نوال. لا بديش احسدك ما شاء الله عليك. مين هاي؟ نوال ابو عرجه. فكرت نوال فيومي. اوكي لا نوال فيومي بتحب النوم مبدئيا. طيب شو شف خميس؟ طيب هلا احنا بعد نضربنا الكريمه. نعم اوكي بدنا ننزل عليها الهريس تبع الدراء. اوكي ونخفقها يدويا متفين. اوكي مع بعض بهذا الشكل. تمام ونحركهم اوكي مع الكريمه من تحت لفوق عشان نتاكد انه القوام صار كله الطعم اللي موجود. شو دراء؟ دراء 100%. احسنتي. حركهم هكذا. طبعا الكريمه لازم تكون متماسكه شوي عشان هون احنا عم نستخدم البسكوت، هدول البسكوتات اذا كانت الكريمه مش متماسكه ممكن البسكوت نفسها تشرب السوائل اللي موجوده وتبطل شكلها يعني بتبطل هيك لسه فيها قرشه. صح فهمتي علي؟ فلازم يكون الكريمه عندنا متماسكه. بدنا نحركها مع الخليط تبع او الهريس تبع الدراء. بعدين بدنا نجيب معلقتنا اوكي بهذا الشكل. تقربي لي بالله بسكوتاتنا. يلا اوكي معنا وقت ممتاز. فكرت حالي ملحوق صراحه. لا ملحوق انا عارف بس انت بدك تحكي للناس فهيك حكي لهم انه انا ملحوق. ملحوقين مش ملحوق احنا بالهوا سوا. كسرت بسكوتي تهجبيهم. كسرت بسكوت. ما انكسرت. كسرت بسكوتي. كيف مش مني على فكره. هيها في حدا محاول ياكلها ففلتت معه راحت على تمه. سبحان الله. اوكي ولا ما ركز عليها. ركز لي. افتح لي تحقيق يا مخرج بهاي البسكوت المكسور. تحقيق بالبسكوت. راجعوا لي كاميرات الاستديوهات لو سمحتوا. يعني هاي القرطه لو انه ابن اختي فارس صغير قرطها ما بتكون هالقد صغيره. مش هيك كمان. بعدين بنجيب بسكوتاتنا. اوكي بنعمل هكذا. بنعمل لكم بوزه كريميه. بالضبط. اوكي بوزه ايش؟ كريميه. بصير انا بعمل فلافل قاعد حاس مش بوزه. لحظة في منه صح. بعدين بنعمل هكذا. مزبوط نيجي هون نعمل هيك. إذا في كيس صب كمان بصير يا جماعة. وين هو أصلا؟ بدور عليه أبصر مين حب يمزح معي. حدا حب يمزح معك؟ أوكي بعدين خلص تعال وين رايحة؟ نادي عليه بسماعة الجامع من مرة مش حتلاقيه. أوكي طيب هاي رجعت. بعدين نعمل هيك. ماشي بعدين نيجي هون. طب يلا لو انت بتعبيهم شيف خميس شو رايكم ناخذ اسم الرابح ولا لسه دانا؟ نقدر ناخذ اسم الرابحه.
دانا شكلها جاءت إلى رابح أو رابحة. هو رابحة الأغلب يعني شايفة الإقبال يعني. يلا نشوف مين ربحت معانا. رجاء بدوية تحياتنا لك يا رجاء، هي الرابحة معانا طبعا. رجاء من متابعاتنا دائما، متابعنا من زمان، بدي أسلم عليكي وأقول لك ألف مبروك الباكج اللي ربحتيه من المراعي. وأكيد طريقة الاستلام مثل ما بتعرفوا من أيام رمضان هي أنكم تيجوا على قناتنا على بمرة العربية بوادي صقرة، وحاولوا أنكم ما تتأخروا كتير بموعد الاستلام لحتى ما تروح الجائزة، لأنه في يعني في خلينا نقول اكسبايري ديت للموضوع، يعني مش بعد شهرين، مش بعد ثلاث شهور، يعني خلينا نستلم الجائزة بأقرب وقت. ألف مبروك، وأكيد بتمنى للجميع أنه يربحوا معانا إن شاء الله بالفترة الجاي. إحنا بعدنا عم نربح أكيد ببرنامج بهار ونار، وكمان ببرنامج صحتين وهنا باكج من المراعي، فخليكم معانا بالأيام الجاية. مبروك يا رجاء. يلا طيب إحنا هيك خلصنا كمان بسكوتاتنا. أوكي بعدين بدنا نجيبهم لعندك. يلا هكذا مستعجلين على السندويشات. إحنا يا شيف خميس أنا عارف أنا عارف. طيب احنا هيك خلصنا وصفاتنا لليوم. احنا اليوم عملنا وصفتين، وصفتنا الرئيسيه كانت وصفه غنيه لانه عملنا فيها المتومه كمان. المتومه يا جماعه انا حاطط فيها زيت، الزيت انا كترته عشان انا عامل كميه كثير كبيره. انتم كمان اكيد تقدروا تضيفوا لكم كمان معلقتين على المتومه من اللبن من طيبه، ممكن تستخدموه من المراعي. فحطينا الثوم هرسناه مع عصير الليمون او خلطناه مع عصير الليمون ملح وفلفل ابيض، بعدين ضفنا عليه اللبن، اضفنا عليه كمان الزيت النباتي، وحطينا النشا اللي كنا طبخينه ومبردينه مع المي، وكان بالشكل اللي انتم شفتوه قدمناه، وشفتوا كيف طلع معكم كثير هيك متماسك وطعمته كثير طيبه. قدمناها مع الشاورما. اليوم احنا مستخدمين صدور الدجاج المطريه من الوادي، تبلناهم بالهيل والبهار مشكل، ثوم وبصل بودرة والبابريكا والزيت النباتي، عصير الليمون وعصير البرتقال. طبخناهم على النار بطنجرة كتير حامية، نزلنا ميتهم وخليناها حتى تنشف، بعدين كنا جايبين خبزاتنا فتحناهم دهناهم بالمتومة ومخلل الخيار، وقدمناهم مع جبنة الموزريلا. إلى هنا تنتهي ينتهي كلامي، وبنقل المايك لفانيتا، وبنلتقي معكم بكرة بحلقة جديدة. شكرا لك شيف خميس، أبدعت صراحة بوصفات اليوم عن جد. شكرا لك، شكرا للمتابعين، ومبروك لرجاء، وإن شاء الله حظ أوفر لكل عم بحضرونا، ورح نشوفكم إحنا أكيد بحلقة جديدة. أنا شيف خميس بكرة بنهاية الأسبوع. باي باي. باي.